تظلم. أنا من وضع هذه آلية المطبخ، أنا من وضع التقييم، أنا يعني مستعد جدا أثبت لك بعد ما أعلن النتيجة بأنك كذا أو كذا بالأرقام. حبيبي أنت شباب فيصل، أنا ما ودي والله العظيم أنه يعني أشغلكم عن أكلكم، لكن ودي أعلن النتيجة بشكل سريع وأخليكم على راحتكم تأكلون. عندنا 3 تغريدات عزيزي المشاهد، بناخذ عليها كل تغريدة فيها 100 نقطة للشباب المشاركين معي في المطبخ اليوم، سالم بن جديع وفيصل الحازب أو سلطان البريك. ألف مبروك للحاصل على 100 نقطة يا سالم. ألف يا مبروك فيصل يا سلطان. نبغى نسحب على الناس اللي شاركت من بدري معنا في المطبخ. والله يستاهلون، يستاهلون صراحة. طيب انت قول لي وانا بقول لك كذا او لا. انا ولا من طيب. الف مبروك للحاصل على 100 نقطة. ستوب. سالم بن جديع الف مبروك 100 نقطة. انت سميت لقبت جمهورك بلقب؟ حرام عليك، اخترع لقب كذا جميل ولقب جمهورك. اولا مو جمهوري، اخوانك اصدقاء قلبي. يا سلام، اصدقاء قلبك يا زياد الشيري. قدوتي انا. اشوف حرجتني. يستاهل، يستاهل. بس اشوف هو يعني اخذها وفاز بها. اصدقاء قلبي، انت شوف لك كذا شيء اخر. طيب. عشان تتميز. اصدقاني. اصدقاني. نعم. طيب الله يوفقك صراحه، وتستاهل المتابعه وتستاهلون يا شباب كل من يتابعكم صراحه. طيب. تجتهدون، تشتغلون، تصحون من بدري. الله يوفقكم. الله يا رب العالمين. نسأل الله لكم التوفيق. الاستوب بيجي على التغريدة الثانية. سلطان انت وفيصل وسالم. سالم جديع. والأمانة عشان في لغط حصل، إذا حصلت على تغريدة تغريدتين ثلاثة فهذا رزقك ومبارك لك. صدقني أبو سعد مفلح المشعلي كان بس عنده يعني عنده لغط شوي وما عرف، لكن وصلنا له بأنه عايد المتسابق يمكن يأخذ هاتريك. ستوب. سالم جديع. سالم بن جديع الف مبروك. ما عاد بقول الثالثه، يستاهل ابو جديع. والله؟ اي والله يستاهل. اعطيه. يستاهل اعطيه. لا بناخذها من التالي ان شاء الله. والله انا ما بعطيه كذا من جيبي، انا بعطيه من الهاشتاج. لو من جيبي اعطنا. اذا 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 سحبنا على اسمه. ستوب. سالم بن جديع. سالم بن جديع الف مبروك. يعني فداك. حقق هاتريك سالم بن جديع الف مبروك. 500 حقت الفوز و يعني 800 اليوم. الله يجعلني في حال لو فزت صحيح تاخذ 800 وانت تاخذ 500، في حال لو فاز السوبرمان ياخذ 500 نقطة. يا السجن. ما ياخذ 1000؟ سجن لا، ياخذ 500، ما ياخذ 1000. 500 راحت مع الغايب. ليه؟ 1000 مبروك. كانوا يقولون 1000. 1000 للفريق المتسابق له 500 نقطة. في حال لو غاب المتسابق، من غاب غاب قسمه. واضح؟ هاي تو جديدة صح؟ لا ما هي جديدة، هذه من بداية البرنامج. لبيك. اخوي مفلح، يا اخوي لاحظ فيكم لخبطه بينكم وبين مفلح. مفلح وزع النقاط ما يكرر اسم مره ثانيه. ما ايش؟ ما يكرر الاسم مره ثانيه، لاحظت عندك اليوم تكرير الاسم. انا قلتها قبل شوي بس صدقني مفلح كان عنده شويه لغط وانا نبهته وقلت له انه المتسابق عادي ياخذ هاتريك، عادي ياخذ تغريدتين على حسب ما يطلع له من الهاشتاج، لانه الناس غردت يا الربع. الناس غردت، فيحق للمتسابق ياخذ تغريده تغريدتين على حسب ما يطلع له. طيب المقدم الفقره لها تقييم وما لها تقييم؟ انه قصدك يقيم هو؟ اي لا ما يقيم، هو محايد المقدم اللي يقيم الاعداد. عنده 3 تقييمات، الجمهور، الاعداد، المقيمين، المتسابقين. عادي. الف مبروك. مفلح ما عندك ثلاث مرات الفايز. الف مبروك. تدرون ان الجمهور، تصويت الجمهور، نسبة التصويت عند الجمهور واللي فاز فيها حاصل على 30 نقطة، لكن التصويت هو 72 مقابل 28. واضحة، واضحة. أعلن الفوز، خلنا نروح نرقد. ألف مبروك للحاصل على 1000 نقطة. الشيف أمون ولا الشيف مشاعل؟ مشاعل. 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 الشيف أمون ولا الشيف مشاعل؟ خلنا نقولها بكل دقة. أعلن وخلنا نروح نرقد عشان بعض الناس. السجن حار. في ناس يروحون السجن. السجن حار. الله يقويك يا سلطان. ما حار الا كلام الرجال، لكن اقصد حر.
ألف مبروك. سوري بس أتحمس أنا مع ال... هذا صحن والله سلطان البريك وطبخة سلطان البريك. أنا أشوف الناس تأكل من طبختك يا سلطان، أعتقد النتيجة من مواريها واضحة يا سلطان. ألف تريليون مبروك للحاصل معنا اليوم. روح يا مخرج ورني وجهه على الهوى، أوجيهم على الهوى يا مخرج، طلعهم للسماء علي فوق. ممكن سلطان بعد إذنك تبارك لأخوياك بالفوز؟ ألف مبروك الفيصل سالم من جديع. عقبة أقول نسخة كاريزما اثنين